سلام خوتي خواتاتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كما عودناكم فيديو جديد واخبار جديده. كما كتعرفوا القضيه ديال دنيا بطمه وسعيده شرف اللي كتجمع بيناتهم في المحاكم، واللي كذلك عندنا اخبار لي من مصادر موثوقه ان المواجهه ديالهم غتتم من هنا 4 ايام. غتكون المواجهة ما بين سعيدة شرف ودنيا بطمة، لأن دنيا كتهم سعيدة بأنها هي اللي حمزة موبيبي، وكتحيد تهمة عليها لأن كانت في الأول تطورات واللي خلات أنها القضية ترجع للسعيدة شرف، واللي بغت أن تلبس لها التهمة وبغت تحيد عليها التهمة هي طبيعة الحال، لأنها شركات ولد الشينوية مع سعيدة شرف، وأنها قالت أنها هما مول حمزة مون بيبي. هذا الشيء اللي غنعرفه، واش بصح المحكمة غتاخد في عين الاعتبار الهضرة ديال الدنيا، واش بصح عندها دلائل كما كتقول. هذا الشيء كامل غنعرفوه بإذن الله في الحلقات الجاية وفي التطورات الجاية، لأن سعيدة شرف كذلك مبغاتش تسكت على هذه القضيه هذه، وكتقول انها حقها غتاخذه لانها تاذات من هذا الحساب هذا وباقا كتاذى. وكذلك كتقول ان الدنيا خاصها تدخل للسجن، وهذه المره ماشي غير عام، انما غيعطيوها سنين اللي هي طويله، لان رغم ان هذاك العام اللي ما دوزاتش باغا انها تعوضه باعوام اللي هي كثيره. هاد الشيء اللي هو طاري بيناتهم، واللي هي صعيب هاد الشيء بزاف، لان بجوجهم هما عندهم ناس وعندهم محبين وعندهم جمهورهم الخاص، لان هاد الخبر هادي طبيعة الحال غادي تصدم الجميع، لان شكون في الاخر غادي ياخد السجن وواحد غياخد البراءة، شكون فيهم في هاد المواجهه اللي غادي يكون حقاني واللي غتشوف المحكمه انه على حق. هاد الشيء غنعرفوه من بعد 4 ايام. المهم اخوتي، غير بغيت نخبركم بهاد الايام اللي متبقيه، انتظروا الجديد وما تنساوش تابونا وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد عندنا. الى ملتقى اخر، تطورات اخرى. السلام عليكم.